ما افتكر ان انا هعتذر لان قال لك المسلسل ابو العروسه ونرمين مش العروسه وهي اكيد هتكون عايزه تبقى العروسه. بالظبط. او مش لازم تبقى هي العروسه، على الاقل يبقى هي المين، هي المحور بتاع الحدوته. لما جم حكوا لي هاني كمال وكان المنتج استاذ ابراهيم كلنا كنا قاعدين، لما حكوا لي اتبسطت، وكان في حاجه عندي كده مدياني احساس ان العمل ده هيبقى حلو، وبالفعل الحمد لله نجح جدا وترندات. ولو كنا حطينا الأغنية ترند فالمشهد اللي كان بعد الأغنية كان برضو واخد ترند عالي جدا، وأنا كنت حاساه قوي وحبيت المسلسل. طريقتي ما اتولدتش لوحدها يا جابر، مش هفضل عيد الكلام كل مرة. انت كنت عامل مشترك، ان ما كنتش عامل أساسي في كل تفصيلة فيا ما بقتش حلو. انت ساعات بتصعب عليا صدقني، بس ساعات اكتر بتصعب عليا نفسي. ايامي وسنيني اللي ضاعت معاك وانا مش عارفه راحت فين. انا حتى ما بقتش فاكره انا مين. سبحان الله يا اخي، تقولش الاحساس هو هو بالظبط. كوبي بيست. أحب أترجمها لك أو أعمل مجهود وحاول تفهمني. مالك؟ سكتي ليه؟ ما تتكلمي وتقعدي عليا. وطي الصوت. بلا وطي بلا علي. طب مرة تانية، أحيانا بيبقى فيه ستيريو تايب، عارفة صورة نمطية كده للنجمة الحلوة الجميلة إن هي أكيد يعني شايفة نفسها واكيد بتتمنع وهي مش بترفض عشان ظروف شخصيه، الادوار مش عاجباها، في عارفه صوره نمطيه كده ممكن الناس تصدرها. لا، هي الحاجه الوحيده اللي مظبوطه هي ان في ادوار تكون مش عاجباها، لان انا مش هقول ان انا لا صاحب التاريخ ولا هقول، لكن انا كنت بنتقي قوي في ادواري بقدر المستطاع، فدي النقطة الوحيدة اللي أنا هتوقف عنها. هنا بقى هتعمل نرمين، نرمين الفقي اللي هي عندها الموهبة، نرمين اللي هي دؤوبة الشطرة اللي بتيجي على نفسها في حاجات كتير علشان تذاكر عشان تعمل دور مختلف. لا، هنا هيبقى فعلا هيبقى في توقف. كمان لو كلامنا عن فكرة الصورة النمطية، هنلاقي يعني اللي يعرف نرمين الفقي هيلاقيها براها خالص وست واقعية جدا جدا. يعني دورك في مسلسل ابو العروسه ودورك في لؤلؤ، انت مش عايزه الدور الاصغر، مش عايزه الدور لا، يعني انت في النهايه في عمل حلو بالظبط وبتشتري العمل كله بالظبط، مش زي ما ممكن الناس تتخيل. اطلاقا لازم الواحد مننا يجرب. اجرب بمعنى ايه؟ ادخل في وسط مجموعه، ادخل في وسط بطوله مع 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 فنان او فنانه، لازم انوع، لازم اغير طالما ان الدور هيضيف لي مش هياخد مني. فأنا ببقى مبسوطة بالأعمال اللي أنا بقدمها، لكن حزني على لما بيجي لي دور ما ينفعنيش. ده الحزن في إن أنا ليه حطيني في الكادر ده؟ أنا ممكن أقعد في بيتي معززة مكرمة وأقول الحمد لله، وأنا دايما بحمد ربنا على كل حاجة، لكن ما أستحقه كفنانة وبقالها 3